مرحبا بكم في الدرس الثاني الخاص بقاعدة بيانات مونجو دي بي، حيث سنتطرق إلى كيفية تنصيب مونجو دي بي بعد تحميلها من الموقع الرسمي. وكل هذا طبعا فهو فوق نظام اشتغال لينكس. تقومون بالسل لمونجو دي بي، فداخل توزيعات اوبونتو يتم تحميل البرامج داخل مجلد تيليشارجمون او داونلود اذا كانت التوزيعه باللغه الانجليزيه. فالاكستنسيون او الامتداد الخاص بهذا الملف فهو تي جي زد. لفتح هذا الارشيف تقومون بتاغ اكس في زد اف هكذا و مونجو لينكس، فهي توزيعات مونجو دي بي الخاصه بالانظمه، انظمه 64 بيت وانظمه ام تي. كما تلاحظون يتم استخراج البرامج من داخل الارشيف ووضعها داخل مجلد المسمى بمونجو دي بي لينكس. فعند القيام ب ls فاننا نرى الملفات المتواجده داخل هذا الملف، حيث ان كل البرامج فهي داخل مجلد بين وحجمها كبير، فهي فلها حجم 114 ميجا. ما يهمنا في هذا الدرس فهو كيفية إطلاق خادم مونجو دي بي، وكذلك إطلاق شيل وكتابة بعض الأوامر الأساسية الخاصة بقاعدة مونجو دي بي. للقيام بهذا الأمر تقومون بمونجو دي، وهو الديمو أو الخادم الخاص بقاعدة بيانات مونجو دي بي. يقول لي أن المونجو دي بي لوك فهو ليس فارغ. لماذا؟ أظن أنني أتوفر أصلا على تطبيق خادم مونجو دي بي فهو يشتغل. فالإيغور هنا يقول لي أدريس أوريدي إن يوز. الآن ما علينا سوى قتل هذا التطبيق وإعادة إطلاق خادم مونجو دي بي، أو بكل سهولة نقوم فقط بإطلاق مونجو. سأقوم ببيجريب مونجو دي بيكل 9 3 4 8 2 3 4 8 2 هكذا. مونجو دي يقول لي أن البروسيسوس تم إيقافه، ومن ثم سنقوم بإعادة تشغيل خادم المونجو دي بي مرة أخرى. كما تلاحظون فالخادم يشتغل. وجب الانتظار قليلا ليتم تحميل كل الملفات الخاصة بقواعد البيانات إلى الذاكرة. ومن ثم ما علينا سوى كتابة مونجو. فمونجو فهو الكلاينت الخاص بقاعدة بيانات المونجو دي بي. في هذه المرحلة يقول لي permission denied. لماذا؟ لأني قمت بإطلاق قاعدة البيانات من الروت، والutilizator لا يتوفر على
هو داكسي المناسب. الآن فهي تشتغل. عند كتابة الأمر help فإننا نحصل على بعض الأوامر خاصة بقاعدة بيانات MongoDB. فهذا shell فهو shell JavaScript. إلا أن console.log المعروفة في JavaScript فهي غير متواجدة داخل الشيل الخاص بMongoDB. ويتم استبدالها بتعليمات print. يمكن مثلا القيام ب debug هكذا. فالشيل الخاص بمونغو دي بي فهو يستخدم محرك في 8 الخاص بكروم والمستخدم ايضا في تكنولوجيات النود جي اس. نعود الى تعليمات هلب. سنقوم بشو دي بي اس لاظهار قواعد البيانات. هناك قاعدتين، قاعدة لوكال وهي موجودة باغ ديفو مع قواعد بيانات المونغو دي بي وقاعدة التست. للدخول او خلق قاعدة جديدة تقومون بيوز مثلا نود جي اس اب او نود جي اس داتا باس هكذا. ومن ثم تكتبون الدي بي ونقطة والضغط على تابولاسيون لإظهار كل الإمكانيات. دي بي مثلا create collection نسميها user mgmt app هكذا. ف جيسون اوكي واحد يعني انه تم خلق الكوليكسيون بنجاح. ف الكوليكسيون هي ما يمثل جدول في الاسكيال حيث ان داخل الكوليكسيون يمكن تخزين الجيسون. هنا في اللوج الخاص بالسيرفر تم اظهار خلق الكوليكسيون بنجاح. الآن ما علينا سوى القيام بالدب بوان والكوليكسيون. فالكوليكسيون هي يوزر مانجمنت اب ومن ثم كتابة نقطة والضغط على تابولاسيون مرتين لإظهار كل الدول المعرفة على الكوليكسيون كإضافة أحد الحقول وحذف الحقول وتحديث الحقول. مثلا نقوم بعملية الانسيرت ايدي نيم محمد و سيتي فهي المدينة التي اسكن بها و الايميل ومن ثم إغلاق الجيسون وإغلاق الدالة. فعند تنفيذ هذا الأمر فإننا نضيف هذا الجيسون إلى قاعدة User Management App. يقول لي أن Inserted فهي واحد. لإظهار المعطيات نقوم بDB User Management App Find. ففيند من دون معطيات فهي عبارة عن أو شبيهة في الاسكيال بـ select from table هكذا. ففيند من دون كريتير خاص بالبحث تقوم بإظهار كل المعلومات المتواجدة داخل الكوليكسيون. الآن
إذا كنا نريد إضافة حقول البحث، فما علينا سوى إضافة مثلا ايدي واحد. فإذا وضعنا ايدي اثنان فإننا لا نحصل على أي شيء. كونت تعطينا عدد المعطيات المتواجدة داخل الكوليكسيون. نستطيع القيام بهذا الأمر لإضافة عدد كبير من المعطيات مرة واحدة. نيم هلو أو إيدي، نضع إي و النيم مستر نيميرو إي هكذا. الآن ما علينا سوى القيام بتبي يوزر و فيند. كما تلاحظون لقد قمنا بإضافة 100 من المعطيات داخل هذه الكوليكسيون. فعند كتابة إيتي فهي عبارة عن كيرسور، أي أننا نمر إلى الصفحة الموالية حتى النهاية. فعند كتابة إيتي بعد الانتهاء فإننا لا نحصل على أي شيء. يوزر نقوم ب دروب، فدروب نستطيع تمرير معطيات بهذا الشكل هكذا. أظن أنني كنت بحاجة الأخطاء، فهي remove وليست drop. فعند كتابة remove من دون معلومات فإننا سنحذف كل الأشياء المتواجدة داخل هذه الكوليكسيون. الآن فإن DB user management find فهي فارغة. هناك أيضا بعض الأوامر مثلا find one فهي تبحث عن قيمة واحدة، و update تقوم بتحديث الحقول، إلا أن هذا الشكل فهو ليس عفوا الشكل الصحيح لدالة أبديت. فيجب تمرير الحقل المبحوث عنه ومن ثم تمرير المعلومات المراد تحديدها. لن تبي يوزر مانجمنت ستيت فإننا نحصل على معلومات حول قاعدة البيانات والكوليكسيون وحجم هذه الكوليكسيون ومعلومات أخرى. عموما فإن مونجو دي بي فهي سهلة جدا في التعامل، فما عليكم سوى قيام بدي بي كرييت كوليكشن وخلق كوليكشن جديدة تيست نيو هكذا، و دي بي شو كوليكشنز. فعندنا كتابة show collections فإننا نظهر الكوليكشنز التي هي بمثابة التابل أو الجداول في أنظمة الـ SQL، ويمكن تخزين أي نوع من المعلومات شريطة أن تكون على شكل
جيسون جيسون مثلا اثنين. هكذا فيمكن تخزين هذا النوع من الجيسون حتى لو كان يحتوي على جيسون آخر، مثلا حقل إيميل هكذا. نقوم بطباعته فقط للتجربة. string أظن أن جيسون لا يمكن طباعته بطريقة مباشرة، لا يهم. سنقوم ب وضعه داخل احد الكوليكشنز دي بي. اظن انني قمت بحذف كوليكشنز دي بي يوزر مانجمنت. نقوم بانسرت و جيسون تيست هكذا. فكما تلاحظون يمكن تخزين المعلومات على شكل جيسون حتى لو كان جيسون امباكي، اي جيسون يحتوي على جيسون اخر. يقول لي أن هناك 4 من الكوليكسيون داخل هذه القاعدة و 8 من المعلومات. كما تلاحظون فمونغو دي بي فهي قاعدة بيانات سهلة جدا تمكننا من تخزين واستخلاص جيسون بطريقة سهلة. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس وشكرا.